زول زول في لوان، سلام على فيديو كي نكون داف بخير. سلام سلام عليكم، نتمنى الفيديو تاعي يلقاكم بخير. اليوم راح نعرفكم على موعد زراعة البقدونس او متى ينزرع البقدونس. اسجل لا فيديو يجي نو سجل يوم نسينا يملمي ينزرع المعدنوس. مشي كثولا ملاق نقاذ مكل أشياء لقينا لقد تنقش مليح تنفس مليح أشياء لنية تنقعد. كما تلاحظون نقوم بتسوية التربة جيدا، نقوم بنثر حبات البقدونس على الأرض. وبرك ملاحظة هنا، في حالة عند الزرع إذا كانت الحبيبات متقاربة نقوم بنقل الشتلات، لأن البقدونس من الخضر القابلة للنقل شتلات. إذا كانت متباعدة قدر نخلوها برك في هذاك البلاصة من لا تنقل الشتلات. كما تلاحظون نقوم بالتغطية دائما بذبال الحيوانات، لأن الحال راهو بارد باش يسمح بالإنبات السريع للبذور. ها هي إذن البذور بعدما نبتت حوالي 15 يوم من الزرع، لأن الحال دركاتك في الليل راهو بارد شوية، لذلك تصعب نمو البذور. بحيث كي تولي مو كاين ذي المعدنوس نينو زرعة أبار كان جور بزرعة يصغ مغص الغبار وواقي ثورة سقميم قرش الطوح أسنر شطح الغبار. كما تلاحظ نقوم بالتسميد بذبال حيوانات دائما يكون قديم. أنا أقوم بثلاث أو أربع مرات بالتسميد. إذا هنا بعد مرور حوالي 15 يوم من التسميد، أنا في هذه الحالة لا أسقي الخضروات، لأن هناك أمطار تاع الشتاء. إحنا عندنا دركاتك راهي تصب الشتاء، على هذه لا أسقيها. والذين يعيشون في مناطق جافة أو مناطق ليس لا توجد فيها الأمطار عليهم السقاية كل يومين أو كل 3 أيام، على حسب نوعية التربة ودرجة الحرارة. درجة الحرارة وشي واحد آخر تاني، المعدنوس من الخضر التي لا إذا أردنا أن لا نزرعها ليس في كل عام، لأن قادرين نخلوها حتى العام الجاي. المهم نسقيها في الصيف وما راحش تجيف لنا، وعادي تبقى عامين عامين حتى تجيب الزريعة. أمشي كتسوالي مثلا وجد المعدنوس نينو. كما تلاحظون هذا هو المعدنوس تاعي بعد التسميد بالذبال تاع الحيوانات، يجي بزاف 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 مليح. هذا هو المعدنوس تاعي إذن بدون أي مواد كيميائية. أتمنى أن يكون الفيديو تاعي مفيد بالنسبة لكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي من أجل الدعم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.